بسم الله، وأشكركم على الدعوة والحياة. أحب أقول إن أنا مدين لكم جميعا دين لا ينتهي إلى يوم القيامة، إن رجعتوني بعد 23 سنة من الهجرة. أنا مدين للشهداء، مدين للجرحى، مدين للعمال، مدين للفلاحين، مدين للمثقفين. وكنت وأنا في بريطانيا أو أخرى يعني أحس إن هذا الشعب لا يمكن أن تقهره عصابة مجرمة زي اللي تحكمت في مصر على مدى 30 سنة الأخيرة. كان الأمل ده دايما فسيح قدامي، وأقول لكم والله يعني عضويا المرض كثير من الأمراض زالت منا عندما عدت إلى مصر، عضويا والله غير نفسيا وغير كذا. الأمر الثاني، أنا أشكر أخونا الأستاذ دكتور عبد الخالق لأنه فتح لنا مكانه وبيته ومركز النيل إن إحنا نجتمع ونلتقي في وسط البلد دون عناء كبير. الأمر الآخر، أنا يعني وجدت شجاعة وقوة عند عمار علي حسن، عند الدكتور سيف عبد الفتاح، عند أحمد دراج، عند عز الهواري، عند أحمد باب، مصارعة في تحمل العيب والمسؤولية والرغبة في المشاركة، فضلا عن أستاذنا الدكتور سمير علي. أنا ببص إنه شعب مثل هذا الشعب أو اجتماع مصغر مثل هذا الاجتماع في يعني أساتذة وعلماء وفقهاء في السياسة وأسماء رندانة اتعلمنا منهم زي حمدي أنديل، زي سعيد عمارة، من الجوانب المختلفة، من عربون، من محمد سيف الدولة، من عبد الله السناوي، من أحمد سيد النجار، من يعني أنا من جورج إسحاق. جورج كان من النادرين، هو عمرو الشبكي اللي لما يزوروا مصر ما يجيش حرج يزوروا لندن، لا يجيب حرجا في إنه يكلمني بالهاتف ويزورني. بعض أصدقائي المقربين جدا كانوا يخاف لأنه بيسأل لما يرجع في المطار. عمرو الشبكي وجورج إسحاق ومحمد العوة وعبد المنعم أبو الفتوح وغيرهم ما كانوش يجدوا حرج، يبقوا ياكلوا معانا ويقابلونا ويقابلونا في الشوارع وتتكتب عنهم التقارير في الشجاعة. ناس عندهم شعب مثل هذا ورجال مثل هذا لا يمكن أن يقهروا إذا ظلت إيدهم إيد واحدة. أيضا لما أبص ألاقي شباب، جيل شباب زي مظهر شهيد، زي تميم البرغوثي، زي عبد الرحمن يوسف، والله انا استغرب يعني شعب يقهر ازاي في معركه وفي ناس مثل هؤلاء، في شباب مثل هؤلاء. لا يمكن هذا الشعب اذا اجتمع وهذه المجموعه والفريق اذا وضع ايده في بعض والله لن تقهروا ابدا. وسيسقط جميع الفنون، كانوا سياسيين او كانوا اقتصاديين او كانوا عسكريين او كانوا مدنيين، امام هذا الشعب العظيم اللي احنا فيه. يعني الامر الاخر حتى النساء، انا كنت في لندن لما اشوف كريمه الحفناوي محموله على الاكتاف اقول يا الله ايه القوه دي؟ ايه الجمال؟ جوزها كده يزعل، جوزها لا جوزها يشيله على راسه. يعني مدينين لكريمه والجوزه والجيرانهم والله كمان مدينين. ايوه يعني نموذج انا ما اعرفش انه بس هي، انما والله نموذج عظيم. كلمه الحفناوي لما تطلع تقف قدام نقاب الصحفيين وتتحمل الرذاله والوساخه بتاع النظام السابق والتجريف شيء غريب جدا. انا بشوف بس احنا الناس الان اللي انخرطوا في المجال السياسي نسيوا ان في مسار ثوري، نسيوا ان في ثوره،
وبدأت لغتهم يتكلموا بيها، فكرتني بلغة فتح السرور ولغة، وساعات أحس إنه في ناظر مدرسة قاعد في البرلمان، يعني شيء غريب، شيء غريب جدا. ولذلك الثورة دي يجب أن تحيا من جديد، يجب أن نخرجها من حالة الإنعاش وأسس الإنعاش إلى الحياة وإلى الانتشار في القرى والمدن والميدان المدني والميدان العسكري. يجب علينا، والمجموعة دي قادرة إذا اتفقت على أنها مجموعة احتساب تحتسب لمصلحة مصر والمصلحة الوطنية أكثر من أن تستحب تحتسب أو تضحي لفريق من الفرق أو حزب من الأحزاب أو مجموعة من المجموعات أو تيار معين من المعينين. أنا عندي نقطة ضرورة تغليب المصلحة العامة، وده ما ظهر في لجنة الاتصالات في الاتصال بالمرشحين، تغليب المصلحة العامة الوطنية على أي مصالح ذاتية أو شخصية. الأمر الآخر ضرورة الاستمرار في المسار الثوري، لأنه حتى عملنا بعيدا عن المسار الثوري قد يجد ضغوط المسار الثوري يقدر يخففها عنا، وهذا ممكن بالإعلام، بالفكر، بالاتصالات، بميدان التحرير، بميادين التحرير، له وسائله الكثير اللي نتابع. مؤسسة الرئاسة هي المؤسسة الأخيرة التي يجب أن نستنفذها لكي تحمل مطالب الصحة، هذا لا شك فيه. البرلمان مشي في طريقه، المسار الديمقراطي ربنا يوفقهم لما فيه الخير، إنما المسار الثوري لا يمكن أن تحمله الآن إلا مؤسسة الرئاسة اللي احنا بنضع كل أملنا وأهدافنا معها وفي إيدها ووراها. إذا تجردنا واخترنا الناس الطيبين الصالحين اللي تنطبق عليهم المعايير العظيمة اللي ذكرها الدكتور سيف والدكتور أخونا عز الهواري دايما يتكلم فيها وإخواننا، هذا الأمر مهم جدا إن شاء الله، وأرجو أن ينجح هذا السعي. أنا أضيف إلى كلام أخي وأستاذنا الدكتور أحمد سيد النجار إن إحنا اتصلت أيضا باثنين من الناس، واحد منهم الشيخ حازم أبو إسماعيل، وكان عنده فكرة وصلته حتى تعرفوا أيضا إنه في قوة مضادة بتشتغل ضدنا، وصلوا كلام مخالف تماما للي إحنا بنعمله. قال أنتم سمعت إن اللجنة بتاعتكم قررت أن تتصل بجميع المرشحين بما فيهم الفلول. قال الله يخرب بيت الألم، ربنا ينتقم منه. دي أول مسمار عايز نحطه في طريقنا. يا أستاذ أنت، وأنت تصدق هذا الكلام؟ أنت تصدق إن عمار علي حسن وعبد الخالق فاروق وأحمد درار وأحمد عز وأحمد النجار وسيف عبد الفتاح وأسامة كامل وكمال اللي بقوا معاهم، تصدق إن دول هيتصلوا بالفلول؟ يعني عيب إنك تقول هذا الكلام. فقال لي طيب أنا هشوف وقت مناسب ما دام القصة دي مش صحيحة. قلت له يعني مختلقة وعالية عن الصح، مختلقة تماما. إنما ده يوضح إن في ناس قاعدة ورانا بتبص إحنا بنعمل إيه، ولازم تحط إيدها في الفلول الحقيقيين عشان يدمرهم هذا الشيء.